حبايب قلبي الله يسعدكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من سلسله كشف الاسرار. وحتى ما يطول المقطع كتير خلونا فورا نباشر مع اول اشاعه. صوره الجني في الكهف. نشر هذه الصوره شاب اماراتي في حسابه على تويتر وقال انها لجني عثر عليه في احد الكهوف. الصوره انتشرت يا معلم، وصل عدد متابعين بصفحه هذا الشاب الاماراتي لنص مليون خلال 48 ساعه بس. وطبعا هالصوره كذب. الحقيقة أن هذا الجني هو عبارة عن مجسم يستخدم في الأفلام، وهذه الصورة تظهر أيضا الشخص الذي قام بتصميمه. يعني ارتاحوا، ما طلع جني والحمد لله. ثعبان ضخم يلتف حول جثة شاب سعودي. انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لثعبان يلتف حول جثة شاب سعودي بعد اخراجها من القبر لسبب من الاسباب. وطبعا كل انسان مسلم يؤمن بعذاب القبر، ولكن من رحمة الله تعالى بعباده انهم لا يرون هذا العذاب. وطبعا حقيقة الصورة بتقول غير هذا الكلام تماما. الحقيقة هذه الصورة مأخوذة من مسلسل ماليزي وليست لجثة شاب سعودي كما أشيع. لا تعليق. طفل سوري ينقذ أخته الصغيرة من موت محتم. برغم ان الطفل انصاب وهو عم ينقذ اخته، بس مع ذلك حماها وانقذها وهرب هو وياها. بس طبعا هذا الكلام مو صحيح ابدا، والحقيقة بتقول الحقيقة. هذا المقطع تمثيلي تم تصويره في مالطا على يد مخرج من النرويج، بس صدقوني في كتير مقاطع صارت بسوريا بتقطع القلب اكتر من هذا المقطع. حقيقية ما يتمثيل. عامل نظافة ومليونير. منذ فترة قصيرة انتشر هذا الخبر بمواقع التواصل الاجتماعي. رجل عامل نظافة وهو في الحقيقة ملياردير وصاحب فنادق كبيرة، ومع ذلك يعمل كعامل للنظافة. هذا الشخص ما تقاضى اي اجر من اي حدا، ومع ذلك اكل مسبات وشتائم خير الله. ليش وشو السبب الله اعلم. المهم نحن متعلمين نسب على الفاضي والملان، وطبعا الحقيقة عكس هالكلام تماما. الحقيقة هذا الرجل من باكستان وهو بالسبعينات من العمر، أسلم منذ 35 سنة، ومنذ ذلك الحين وهو يشتغل كعامل نظافة في المسجد الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء عرفنا عن اسمك. محمد أسلم. أنت شغال في المسجد الحرام؟ نعم. كم سنة شغال في المسجد الحرام؟ 25 سنة أنا شغال في الحرم. هو دحين كتبوا في الإنترنت إنه أنت عندك فنادق وإنه أنت محراجة ما شاء الله. هذا الكلام صحيح؟ مو صحيح. يعني لا هو ملياردير ولا من أصحاب الفنادق ولا مهراجة هندي. قطة تصلي مثل الإنسان تماما. طبعا شيء كتير سخيف اقول انه هذا الفيديو فبرك، يعني انا مستغرب انه الناس كيف تصدق هيك مقاطع. وبالنسبة للمقطع هذا اللي انتشر وخدع كتير ناس، هو عبارة عن رسوم ثلاثية الابعاد. الحقيقة واللي عمله شاب اندونيسي بيشتغل مصمم جرافيك ثلاثي الابعاد. وهذا مقطع تاني كمان من تصميم الشاب نفسه لقطة عم تلعب لعبة معروفة. انا برأيي انه هيك مقاطع هي استهزاء بالدين، واللي بيعمل هيك مقاطع المفروض يتحاسب.
احتراق جثة الرسام الدنماركي. انتشرت صورة لجثة قيل أنها للرسام الدنماركي الذي رسم رسومات مسيئة لنبينا محمد عليه أفضل الصلوات وتم التسليم، وقالوا أن الحكومة الدنماركية تكتمت على هذا الخبر ولم تنشره للعلن، بس الحقيقة بتقول غير هيك. الحقيقة خرج الرسام الدنماركي ونفى بنفسه هذا الخبر. أنا بحلقات ماضية قلت ورح أرجع عيد كلامي إنه دين الإسلام مو بحاجة هيك أكاذيب حتى نقوي، بالعكس تماما، هيك إشاعات بتعطي نتيجة عكسية وبتضر الإسلام والمسلمين. وهلا خلونا نشوف فيديو الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات حتى يصلكم كل شي بعمله اول باول، وكمان دعموني بلايك ومشاركة للمقطع. دمتم بخير. سوريين رح نبقى سوريين في بلد الياسمين، من ما تفرقنا من